مرحبا، نرحب بكم في الندوة الثانية من سلسلة الكومباس العربي الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في المنطقة العربية. و next تهدف إذن هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات والبرامج الرامية إلى تعزيز التكامل والتشابك بين أنظمة الحماية الاجتماعية داخل المنطقة العربية وخارجها، وتفعيل النقاش على المستوى الإقليمي. ويتناول المتحدثون في هذه السلسلة الأسس النظرية والتطبيقات العملية للإصلاحات الجارية في المنطقة، وذلك بهدف مشاركة الخبراء والباحثين وكافة الجهات المعنية بهذه التجارب. Next, please. تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية سلسلة من العوائق القانونية والإدارية والتنفيذية، كما تعاني أيضا ضعف التنسيق بين الأنظمة في دول المنشأ ودول المقصد، مما يحول دون ممارسة ملايين العمال المهاجرين وأسرهم حقهم الأساسي في الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، وفقا لتقرير لمنظمة العمل الدولية أصدر في 2023، هناك بعض الأنظمة الإيجابية والممارسات الجيدة المتبعة في هذا الصدد في المنطقة. وستتناول الجلسة العوائق التي تحد من الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، كما تناقش أيضا التجارب الإقليمية الجيدة والسبل الممكنة للإصلاحات. Next, please. للتذكير، إذن إن هذه الجلسة مسجلة وتجدون الندوة على صفحة socialprotection.org، وسترسل أيضا للمشاركين بعد الجلسة. وينتج تطبيق الزوم تسميات توضيحية تلقائية captions، ويمكن رؤيتها عند ضغط الزر CC. أخيرا، أود التوضيح أن الترجمة الفورية متوفرة للإنجليزية والعربية، ويمكن اختيار اللغة التي ترغبون في استماعها. إذا next please، من هم ضيوفنا اليوم؟ سوف نستمع أولا إلى قبل إذن ستكون سوف نستمع أولا إلى السيد لوكا باليرانو، ومن ثم إندراجيد نموكتي. أما ضيوفنا الكرام المتحدثين والمعقبين على العرض هم السيد محمد خريس والسيد أمين بن عبد الله والسيد فهد المراد. Next, please. طبعا هذا التقديم غير كافي، وسنتوقف سريعا لنتعرف أكثر على ضيوفنا. أولا، لوكا باليرانو. دكتور لوكا باليرانو هو المستشار الإقليمي للضمان الاجتماعي في المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية. السيد إندراجيد نوموكتي هو المنسق الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المعروفة بإيسا. Next, please. معنا أيضا السيد محمد خريس، ويشغل حاليا وظيفة مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، وهو شارك في صياغة إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي الأردني لسنوات، ويساهم حاليا بالتحضير للإصلاحات المستقبلية. Next slide, please. معنا أيضا السيد أمين بن عبد الله، وهو مدير التعاون والعلاقات الدولية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تونس منذ عام 2021، وقد عمل لأكثر من 20 عاما في مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس. وأخيرا وليس آخرا، معنا اليوم الدكتور فهد المراد، وهو من كبار الخبراء القانونيين الكويتيين، ويشغل حاليا منصب مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت.
وكما هو واضح سأكون ميسرة هذه الندوة اليوم. أنا ليا أبو خاطر مسؤولة تقنية في الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت. سنبدأ إذن مع الكلمة الافتتاحية لنوكا بيليرانو. لوكا تفضل. شكرا جزيلا ليا، صباح الخير، طب ظهيرتكم، طب مساءكم حضرة السيدات والسادة. يسرني أن أرحب بكم جميعا إلى هذه الجلسة الثانية للأرب سوشيال بروتكشن كومباس. كما قالت لينا لوكا بيليرانو، وأنا مسؤول عن فريق الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية، ويسرنا أن نمضي معكم في هذه المسيرة. نرحب بمن منكم انضم إلينا للمرة الأولى. اسمحوا لي أن أخبركم عن Social Protection Compass، ولماذا نحن أردنا أن نكلمكم اليوم عن موضوع الحماية الاجتماعية والهجرة. في الواقع الرؤية وراء الحماية الاجتماعية العالمية هي في الواقع إلهام أساسي للدول العربية. في الواقع الهدف هو اعتماد نهج كامل يشمل الحكومة برمتها بما في ذلك الأنظمة القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات، واعتماد أدوات للحماية الاجتماعية إضافة إلى إصلاحات في مختلف المجالات. إذن نحن نقر بمختلف الخبرات في المنطقة العربية والمكتب الإقليمي للـ ILO في البلدان العربية بالتعاون مع الإيثا، قد أطلق سلسلة الحلقات الشبكية للـ Arab Social Protection Compass، وهي فسحة لمختلف الممارسين على الأرض من أو في مجال الحماية الاجتماعية. وهذه المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف الإصلاحات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة وما بعد هذه المنطقة. والهدف أيضا هو المساهمة في مختلف النقاشات، ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما أيضا على المستويات الوطنية. إذا نحن الآن في صدد الجلسة الثانية للبوصلة أو الكومباس، وسوف نقدم لمحة عن النفاذ القانوني والفعلي للحماية الاجتماعية في مختلف البلدان مع التركيز على أفضل الممارسات والتحديات. لما هذا الموضوع مهم؟ إذا لما نعتبر أن هذا الموضوع يستحق العناء ويستحق نقاشاتنا في المنطقة؟ في الواقع من بين حوالي 170 مليون عامل مهاجر، نجد أن هناك حوالي 20 مليون في المنطقة العربية، وهم يلعبون دورا بالغ الأهمية في المنطقة وخاصة في بعض القطاعات، يعني البناء والعمل المنزلي والعمل الزراعي وإنتاج الأغذية والضيافة والعناية والخدمات. وفي حين أن العمال المهاجرين يشكلون حوالي 4% من اليد العاملة في المنطقة العربية، هذا الرقم هو أعلى بكثير، مع أعلى نسبة مئوية تصل إلى 40% من العدد الإجمالي للعمال. فإذا موضوع توسيع الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين ليس بمسألة ثانوية، بل هو مسألة أساسية للمنطقة إذا ما كنا فعلا مقتنعين بأن الحماية الاجتماعية هي من ضمن حقوق الإنسان للعمال المهاجرين ولعائلاتهم. العمال المهاجرون بما في ذلك العمال المهاجرون العرب، لأنني أود أن أقول أن هناك الكثير من العمال المهاجرين من بلد عربي إلى بلد عربي آخر، يعني الكثير يأتون من آسيا وأفريقيا، وهناك الكثير من العرب الذين ينتقلون من منطقة عربية إلى أخرى كمهاجرين، وهم يساهمون كما نعلم في تنمية مناطقهم من خلال التحويلات وإلى ما هنالك، إلا أن الكثير منهم يواجهون الكثير من التحديات بما في ذلك النفاذ إلى إعانات الحماية الاجتماعية، منها الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد. ونقص الحماية الاجتماعية يؤثر في رفاه العمال المهاجرين ويخلق ذلك الكثير من أوجه الضعف لعائلات العمال المهاجرين ولمجتمعاتهم في بلدان المقصد كما وفي بلدان المنشأ. إذا نحن على قناعة بأن المنطقة يجب أن تفكر في كيفية تحقيق الحقوق العالمية والشاملة للعمال المهاجرين على ضوء معايير منظمة العمل الدولية التي
تدعو إلى الحفاظ على حقوق مختلف العمال منذ العام 1990. إذن نحن نعرف أن الحماية الاجتماعية هي من أبرز مبادئ العمل اللائق التي تدعو إليها منظمة العمل الدولية. فإذا بالطبع نحن نعلم أن جائحة كورونا قد أوضحت الحاجة إلى الذهاب إلى حد أبعد من المقاربات التقليدية من أجل توسيع الحماية الاجتماعية لتصل إلى العمال المهاجرين، والهدف أيضا هو إزالة بعض الحواجز التي تعيق تحقيق مساواة في المعاملة بين مختلف العمال. فإذا اليوم سوف نستمع إلى الكثير من الممارسين على الأرض الذين سوف يقولون لنا ما الذي تم القيام به وما الذي يمكن القيام به من أجل المضي قدما في هذا المجال. إذا يسرني وبنيابتي عن الـ ILO أن أرحب بكم جميعا إلى هذه الجلسة، وأتمنى لكم نقاشا مثمرا سوف يشارك وتتشاركون فيه مختلف الخبرات حتى تجدوا أيضا سبلا إضافية لإحقاق الإصلاح. وأود أن أمرر الكلمة الآن إلى الزميل إندرجيت نموكتي. ونحن في إيسا نظمنا معه هذه السلسلة من الحلقات الشبكية. إذا أنا فرح جدا بأن السيد إندراجيد هو المنسق الإقليمي لإيسا لمنطقة آسيا والهند. إذا أعطيك الكلمة إندراجيد، وشكرا جزيلا. شكرا لوكا وشكرا ليا. صباح الخير، طاب ظهيرتكم، طاب مساءكم حتى السيدات والسادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إندراجيد نوموكتي وأنا المنسق الإقليمي في الإيسا لمنطقة آسيا والهدئ. نيابة عن الإيسا وأعضائها 332 في 162 بلدا، يسرني أن أرحب بكم إلى هذا النقاش الهام حول الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في المنطقة العربية. هذه الفعالية منظمة كما قال السيد لوكا من جانب إيسا ومنظمة العمل الدولية. إذن إيسا إذن هي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. إيسا تأسست في العام 1900 أو إيسا تأسست في العام 1927، ونحن هدفنا هو مساعدة العمال المهاجرين الذين يساهمون في سوق العمل. إذن العمال المهاجرون يلعبون دورا بالغ الأهمية في تنمية الصناعات من البناء إلى العمل المنزلي إلى الزراعة إلى الضيافة إلى الرعاية الصحية إلى الخدمات، ومساهمتهم هي مهمة جدا للتنمية الإقليمية، فهي تعزز الاقتصاد المحلي ليس فقط للبلدان المضيفة وإنما أيضا لبلدان المنشأ. إلا أنه على الرغم من أهميتهم فإن أنظمة الحماية الاجتماعية للكثير من العمال المهاجرين ما زالت تواجه تحديات، وهذه التحديات تخلق مخاطر ليس فقط للعمال وإنما للعوائل التي رافقت هؤلاء العمال أو بقيت في بلدانها. من الصعب فعلا أن نجمع بيانات موثوقة حول العمال المهاجرين، ولكن المعلومات الموجودة تفيد بأن هناك حوالي 169 مليون عاملا مهاجرا في العالم، ومنهم 14.3% في المنطقة العربية، أي حوالي 15 مليون منهم في الواقع. وهناك الكثير من التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون، فهم يواجهون الكثير من الصعاب الخاصة بالمنطقة العربية في عالم معولم، حيث أن العمال المهاجرين يلعبون دورا مهما في التنمية، ومن هنا حقهم في التمتع بالحماية الاجتماعية. لقد عملت الإيسا على توسيع تغطية الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين مع الكثير من الأنشطة، منها المنشورات والخطوط الإرشادية ومجموعات العمل والاتفاقيات الدولية. وهذه المنطقة هي ممثلة في الأنشطة، وهذه الأنشطة تقدم منصة لصناع السياسات وللباحثين لمناقشة مختلف التحديات، وبالتالي اليوم سنركز ليس فقط على تحديد التحديات وإنما على سبر غور مختلف الحلول.
ننظر في قصص النجاح وأفضل الممارسات التي تظهر ما الذي يمكن إحرازه وتحقيقه عندما تتعاون الدول بعضها مع بعض للتأكد من أن العملاء المهاجرين لديهم نفاذ إلى الضمان الاجتماعي. فإذا التعاون والتنسيق بين بلدان المنشأ والمقصد هو مبدأ أساسي من أجل تحقيق الإصلاح، من أجل حماية حقوق وكرامة مختلف العمال بغض النظر عن جنسيتهم. إذن الإيسا مستعدة لدعم هذا التعاون والتنسيق، ومستعدة لدعم مختلف المبادرات من أجل نفاذ عالمي للضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين في المنطقة العربية. إذن نيابة عن الإيسا ونيابة عني، أتمنى لكم جلسة مثمرة. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، أعود إليك ليا. شكرا شكرا إندرا جيد، شكرا نوكا لهذه الكلمات الافتتاحية التي تركز على ماهية موضوع المهاجرين عندما نتطرق إلى موضوع الحماية الاجتماعية، وأهمية أيضا وضرورة تخطي العوائق التي تعيق وصول العمال المهاجرين للحماية الاجتماعية، مما يؤثر ليس فقط على العمال المهاجرين وأسرهم، ولكن على كل العمال في المنطقة العربية. إذا سأباشر الآن بتقديم عرض سريع عن وضع الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في المنطقة العربية، وسيليها مناقشة مع ضيوفنا الثلاث، ومن ثم نفسح المجال إلى الأسئلة والنقاش مع الحاضرين. إذن الحماية الاجتماعية كما نعرف هي رزمة من السياسات والبرامج التي تحمي الأشخاص من 9 مخاطر في دورة الحياة، ومنها البطالة، إصابات العمل، المرض، الأمومة، الإعاقة، الشيخوخة إلى آخره. وبحسب إذن التقرير العالمي الأخير لمنظمة العمل الدولية، أقل من نصف سكان العالم لديهم إذن حماية اجتماعية، وإذن لديهم أقل مشمولون فعليا بإعانة نقدية واحدة. ولاحظ أيضا التقرير عدم مساواة مقلقة عبر المناطق وداخلها، وكما نرى فقط 40% من سكان المنطقة العربية مشمولون فعليا بإعانة نقدية واحدة على الأقل، مقارنة مثلا ب 84% في أوروبا أو آسيا الوسطى. هذا التقرير أيضا يسلط الضوء إن النوع الاجتماعي والقطاع ووضع العمالة ووضع الإقامة هم من عوامل الاستبعاد الأساسية. ونرى أيضا أن بالرغم من توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر العقود، وهو التدرج في اللون الأزرق على اليسار، لا يزال العمال المهاجرين يواجهون عقبات بالغة تعيق تغطيتهم الاجتماعية. والموضوع الأساسي هنا أنه حتى عند التمتع بالاستحقاقات قانونيا، تبقى التغطية الفعلية، الوصول الفعلي، متدني جدا. نرى هنا، وكما أشار أيضا لوكا وإندراجيد، يشكل العمال المهاجرين 40% من القوى العاملة في المنطقة العربية، وهي أعلى نسبة عالميا مقارنة فقط في 5% كمجموع القوى العاملة عالميا. هنا هذا ما يحتم علينا التركيز على هذا الموضوع في المنطقة العربية. لماذا يجدر توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين؟ وهناك أسباب عديدة. أولاً، أن الضمان الاجتماعي حق أساسي منصوص عليه أيضاً طبعاً في العديد من الوثائق، وعلى علاقة وثيقة برفاه العمال. أيضاً الحماية الاجتماعية تعزز العمل اللائق وتعزز الإنتاجية. حماية العمال ترتبط وتؤثر إيجابياً
على جاذبية القطاع الخاص في المنطقة العربية وتحد من المنافسة بين المواطنين والمهاجرين. أيضا الحماية الاجتماعية أساسية للتنمية الاقتصادية. وعلى إذن أيضا الاستثمار الوطني. المساواة في المعاملة لجهة التغطية الاجتماعية أيضا تعزز التماسك الاجتماعي. وأيضا توسيع الحماية الاجتماعية يعزز قوة وديمومة نظم الحماية الاجتماعية الوطنية بشكل عام. وأخيرا تسهل الحماية الاجتماعية التنقل بين دول المقصد ودول المصدر. إذا لكل هذه الأسباب إذا تسطر أهمية توسيع الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين. توفر طبعا مجموعة مبادئ أساسية في مجال الضمان الاجتماعي مبادئ توجيهية بالغة الأهمية بشأن كيفية معاملة البلدان العمال المهاجرين، ومنها وأهمها أولا يجب أن تكون الإعانات شاملة وكافية تغطي معظم المخاطر وهي كافية لحماية العمال عندما يواجهون هذه المخاطر. وأيضا يجب أن تسدد الإعانات المقدمة بشكل دفعات دورية يمكن تقديرها وليست فقط هذه الدفعة الواحدة. تضامن في التمويل وتقاسم المخاطر هو مبدأ أساسي طبعا في الضمان الاجتماعي. وأخيرا دور الدولة في كجهة ضامنة لنظام الضمان الاجتماعي هو أيضا مبدأ أساسي. بالإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية هناك أيضا أهمية المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين، وهذا مبدأ أساسي نعود إليه في المناقشات دائما. وثانيا موضوع مهم جدا وسنتطرق إليه في النقاش أيضا هو كيفية الحفاظ على الحقوق قيد الاكتساب والحفاظ على الحقوق المكتسبة في الدول المقصد ودول المنشأ، يكون نقل الحقوق وتصديره إلى الخارج مضمون للعمال المهاجرين. تتمثل طبعا خطوة أولى لإدراج المعايير الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في التشريعات المحلية. والخطوة أيضا الأساسية هي تصديق في الاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة وتطبيقها. ونرى إذن هنا سريعا أن الدول العربية لم تصدق العديد من هذه الاتفاقيات. نرى هنا سريعا رسم بياني وهو موجود في المنشور الخاص بهذا الموضوع لمنظمة العمل الدولية. هذا الرسم البياني يظهر الاستحقاقات القانونية الخاصة بحماية العمال في القطاع الخاص في المنطقة العربية، وينقسم إلى قسمين: مواطنين على اليسار والمهاجرين على اليمين. والمربعات الملونة تشير إلى وجود الاستحقاقات، والألوان تختلف بحسب التمويل. وهنا اللون الذي يهمنا سريعا هو الأزرق الغامق، وهو يدل على أنظمة الضمان الاجتماعي أو ما يعرف أيضا التأمينات الاجتماعية، وهي تكون ممولة من الاشتراكات. ونرى سريعا إن عدم شمول العمال المهاجرين في هذه الأنظمة بالتساوي مع المواطنين، إذا رأينا سريعا المقارنة بشكل عام، ولكن تختلف منطقة المغرب باستحقاقات قانونية ترتكز على مبدأ المساواة إذا نظرنا سريعا إلى هذا الجدول. ونرى أيضا إن العمال حماية العمال المهاجرين عند وجودها تقع على عاتق صاحب العمل، وهذا اللون الأزرق الفاتح. وهنا طبعا هناك معوقات أساسية في الارتكاز على صاحب العمل في الحماية الاجتماعية. وأحد أبرز وأهم المعوقات هي صعوبة الإنفاذ وصعوبة متابعة عمليات التظلم في هذه الحالات سريعا.
ولكن هنا يجدر الذكر، ويمكن أيضا التطرق إلى هذا الموضوع في شرائح أخرى. إذا طلعنا إلى التجربة العمانية ونرى هنا أن الإصلاحات العمانية مؤخرا هي إصلاحات يمكن أن نقول أنها تاريخية، وكما ترون هناك معاملة بالمثل في الحماية الاجتماعية بين المواطنين والمهاجرين في عدة فروع، وإذا بما فيها فروع المرض، الأمومة، أيضا الأبوة وإصابات العمل. تحديدا في موضوع الأمومة والأبوة، هذا موضوع إذا تتصدر سلطنة عمان في هذا الموضوع، وسيكون الإطلاق قريبا لهذا الفرع. ما هي العوامل التي تؤدي إلى استبعاد العمال المهاجرين من أنظمة التأمين الاجتماعي في المنطقة العربية؟ هنا بعض إذا ممكن أن نقول تحديد لثلاث فئات من هذه الحواجز، والمهم التوقف عند هذه الحواجز لفهم المعوقات وعلى أساسها طبعا وضع المخططات لتخطي هذه المعوقات. نرى هنا إذا هناك حواجز في اللون الأحمر، حواجز قانونية تحول دون اشتراك العمال المهاجرين في التأمين الاجتماعي، ولكن لا ترتكز هذه المعوقات فقط على الجنسية، ولكن أيضا على طبيعة العمالة وطبيعة القطاعات الاقتصادية. وسنرى لاحقا كيف مثلا استثناء قطاع الخدمة المنزلية يؤثر على العمالة المهاجرة، غير أن العوائق ليست فقط ترتكز على الجنسية. ولكن بالإضافة إلى العوائق القانونية، هناك حواجز عملية تحول دون الاشتراك حتى عند وجود الاستحقاقات القانونية. وهنا نتوقف عند مستوى متدني للامتثال والإنفاذ، الافتقار إلى الجاذبية لهذه المخططات، النقص في الوعي. وهناك أيضا فئة ثالثة حتى أيضا تمنع الوصول إلى بعض الاستحقاقات إن كانت موجودة، وهنا نتوقف عند شروط الأهلية لهذه المخططات، انعدام المساواة في المعاملة فيما يتعلق في الإعانات والاستحقاقات، وأيضا القيود الإدارية وتكاليف المعاملات، وعدم التنسيق إذن طبعا بين أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول المقصد والمنشأ، والتي تمنع العمال المهاجرين من الوصول إلى هذه الاستحقاقات. هنا فقط مثل سريع، نرى في بلدان تمنح العمال المهاجرين فرصة الوصول إلى الضمان الاجتماعي، ولكن تستبعد بحكم القانون نوع من القطاع الاقتصادي، وعادة القطاعات المستبعدة تكون العمالة المنزلية، الزراعة، البناء، وهذه القطاعات تتسم بتركيز العمالة المهاجرة في القوى العاملة، وبالتالي تؤثر على العمال المهاجرين. هنا نرى سريعا بعض الدول التي لا تستثني مثلا قطاع الخدمة المنزلية. كيف يمكننا الانتقال من التغطية القانونية إلى التغطية الفعلية؟ المهم التركيز على التوعية، على جاذبية التصميم، على شروط الأهلية، فهم قدرة العمال على تحمل التكاليف، تسهيل الوصول إلى الإدارة وتكييف المعاملات، أهمية النظر في عملية المساءلة وتعزيز الثقة في هذه الأنظمة. هذه الأمور ممكن أن تسهل الانتقال من الاستحقاقات القانونية البحتة إلى الاستحقاقات الفعالة. أحد أبرز المعوقات التي ذكرتها هي عدم إذن التنسيق بين أنظمة الضمان الاجتماعي بين الدول، وهنا سريعا نرى أن الدول العربية ليس لديها الكثير من الاتفاقيات الثنائية، اتفاقية الضمان الاجتماعي. وإذا التنسيق ممكن أن يكون خفيف، وذلك بسبب تفسير ضيق
لمبدأ المعاملة بالمثل، وهذا يحد طبعا من الوصول إلى بعض الاستحقاقات، غياب التنسيق بين الدول، وعدم وجود الكثير من الاتفاقيات، والاعتماد المفرط أيضا على الإعانات المسددة بمبلغ مقطوع. سنتوقف لاحقا مع ضيفنا في خبرة تونس. إذا نرى أن تونس والمغرب لديهم الاتفاقيات الثنائية أكثر من الدول الأخرى، وسنتوقف لفهم أكثر عن هذه الخبرة. هناك أيضا لبلدان المنشأ أن تأخذ تدابير أحادية الجانب، ولكن سريعا يجب أن نقول أن هذه التدابير عادة أن تكون توعية، وبالتالي ذات تغطية منخفضة، ويكون العبء المفرط على العمال المهاجرين في التمويل، ولا توجد إذا حصة من مساهمة أرباب العمل في هذه الأنظمة، وهي أحد أبرز المعوقات لهذه الأنظمة. يجب أن أنتبه إلى الوقت طبعا. هناك إذا ممارسات جيدة ترتكز في مثلا شمال أفريقيا، خاصة لجهة شمول المهاجرين في فروع الشيخوخة، الوفاة، الإعاقة، البطالة، الإعانات العائلية. ونرى إذن هنا على هذه الشريحة بعض الأمثلة، إن كانت مثلا في وصول إلى الشيخوخة في شمال أفريقيا، يمكن للعمال المهاجرين الانتساب إلى هذا الفرع والاستفادة. نرى مثلا أيضا هناك في دول الخليج، دول مجلس التعاون الخليجي، الكثير أيضا من الإصلاحات الأخيرة، خاصة بعد جائحة الكورونا. وكما ذكرت طبعا الخبرة العمانية، التجربة العمانية هي تجربة توفر الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة لبعض الفروع بشكل مواسي مساوي مع المواطنين. هناك أيضا إصلاحات مثلا في البحرين لجهة تعويض نهاية الخدمة، وهناك إنشاء صندوق لهذه المساهمات، صندوق ادخاري، وهو انتقال من نظام يقع على عاتق صاحب العمل إلى صندوق ادخاري. وهناك أيضا إصلاحات في الإمارات بجهة أيضا توفير بعض الأنظمة لمثلا ضمان البطالة. كيفية، سنتناقش طبعا أكثر في هذا الموضوع، ولكن ما هي الاحتمالات أو الطرق الممكن التفكير المناقشة بها لتقليص الفجوة بين الحماية القانونية والحماية الفعلية، الوصول الفعلي إلى الحماية الاجتماعية؟ هناك أهمية ضرورية، ونرى أيضا أن هذه الإصلاحات هي جارية، الاستعادة من مخططات مسؤولية أرباب العمل بنظم التأمين الاجتماعي الوطنية، الانتقال من هذه المسؤولية على أرباب العمل. هناك أيضا ضرورة في تخفيف شروط الأهلية والحصول على استحقاقات التأمين الاجتماعي، إذا تليين هذه الشروط، معالجة مسائل تنسيق الضمان الاجتماعي بين الدول المنشأ والمقصد هي أيضا ضرورية للوصول الحقوق إلى العمال المهاجرين. إنفاذ السياسات والقوانين الموجودة يجب تعزيزها، توعية جميع الأفرقاء وجميع الجهات المعنية بكيفية الوصول إلى الحماية الاجتماعية وأهميتها، وتعميم المعلومات المتاحة أيضا توصية مهمة. وأخيرا هناك طبعا أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والمشاركة بين البلدان المنشأ والمقصد، وإشراك أصحاب المصلحة في عمليات إذن الإصلاح. أتوقف هنا.
لفتح المجال لتعقيب ضيوفنا على هذا المسح السريع للوضع في المنطقة العربية. إذا أتوجه أولا إلى السيد محمد خريس من الضمان الاجتماعي في الأردن، والسؤال الأول هو سيد خريس، إلى أي مدى تترجم الاستحقاقات القانونية إلى وصول فعلي للحماية الاجتماعية؟ وما هي برأيكم بحسب خبرتكم العوائق التي تحد من وصول العمال المهاجرين إلى بعض الاستحقاقات؟ وبرأيكم ما هي الحلول، وإلى أي مدى هناك مناقشة لبعض التصحيحات أو الإصلاحات في هذا الموضوع؟ تفضل. شكرا جزيلا ليا، الشكر موصول طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وكل الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي على إتاحة الفرصة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن للمشاركة بهذه الفعالية التي ننظر لها بأهمية بالغة لمشاركة التجارب وتحديدا بين الدول العربية في مجال التأمينات الاجتماعية. وبشكرك على حسن إدارة الجلسة وللمعلومات القيمة اللي تفضلت فيها من خلال استعراض التقرير الخاص بالأعمال المهاجرة في العالم العربي. بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفي الأردن تحديدا نقوم بعكس التشريعات بشكل واقعي للمؤمن عليهم غير الأردنيين وخاصة للعمالة المهاجرة. وكما يعلم الجميع، قانون الضمان الاجتماعي الأردني لا يميز حسب الجنسية بشمول المؤمن عليهم وشمول العاملين بالضمان الاجتماعي، وهذا واقع وحقيقة. فتشير أرقام الضمان الاجتماعي في نهاية العام 2023 بأن 13.6% من إجمالي المؤمن عليهم مشمولين هم من غير الأردنيين، يصل عددهم إلى حوالي 213 ألف مؤمن عليه ومؤمن عليها. بطبيعة الحال الأردن قام بفتح المجال للعمالة الوافدة المهاجرة كذلك للتسجيل بالضمان الاجتماعي عبر الشمول الحر أو العمل لحساب الخاص أو ما يسمى سيلف امبلويد عبر منصة خاصة، وهذا طبعا من الحرص الشديد لدى المؤسسة والدولة الأردنية توفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرة وخاصة للذين يحصلون على تصريح العمل الحر التي نسميها تصريح العمل الحر في الأردن. طبعا هناك تفكير جدي بإجراء إصلاحات بفتح باب الانتساب الاختياري للعمالة المهاجرة، ولكن ضمن ضوابط تسمح لهم بالمستقبل الحصول على المنافع التي يوفرها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء. تحديدا بعض النسب والأرقام بشكل سريع تثبت بأنه الضمان الاجتماعي الأردني يقوم بعكس المنافع وليس فقط بسنها بالتشريعات أو يعني بشكلها بعكسها بشكل حقيقي. طبعا نسبة منصرفة لهم تعويض التعطل على العمل تقريبا 1.5% من إجمالي منصرفة لهم بالتعويض في عام 2023. نسبة منصرفة لهن بدل إجازة الأمومة من المؤمن عليهن غير الأردنيات 1.6% من إجمالي منصرفة لهن بدل الأمومة. عدد المتقاعدين الجدد من غير الأردنيين 512 متقاعد ومتقاعدة في نهاية 2023. عدد المتقاعدين بشكل تراكمي من غير الأردنيين حوالي 10,000 متقاعدة ومتقاعد. طبعا ترسل رواتبهم التقاعدية إلى البلدان التي يعيشون فيها، وبحب أذكر أمثلة من غير الجنسيات العربية إلى باكستان إلى بنغلاديش إلى كافة الدول التي تأتي منها هذه العمالة المهاجرة وتستقر في الأردن وتعمل بشكل رسمي، تحول راتبهم التقاعدية إلى بلدانهم. طبيعة الحال إصابات العمل والأمراض المهنية بنفس الطريقة. هلا هناك يعني توجه إصلاحي لدى المؤسسة ولدى الأردن بتحسين فرص حصول العمالة المهاجرة على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة
في الإصلاحات القادمة. طبعا يعني أنا بشكرك جزيلا على السؤال المتعلق بالتحديات ليا التي تواجه العمال المهاجر. كما هو معروف بأنه الأردن يعني يشكل يعني حوالي 35، يعني من 33 ل 35% من المقيمين في المملكة الأردنية الهامشية، ما بين عمالة مهاجرة وبين لاجئين. على المستوى الكلي هناك تحديات كثيرة تواجه اقتصاد الدولة الأردنية، مستويات مرتفعة من البطالة مع تقريبا مستويات منخفضة بالتغطية من الضمان الاجتماعي، وخاصة في الاقتصاد الغير رسمي الذي يشكل تقريبا 52% من العاملين. فبالتالي هذا يضع جهود وتحديات وجهود كبيرة على عاتق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للانتقال بهؤلاء العاملين وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي. ولكن على المستوى خلينا نحكي التطبيقي للتحديات التي تواجه العمالة المهاجرة، من ما ذكرتي بعرضك وتقريرك، هناك يعني نتشارك معك بكثير من الملاحظات اللي ذكرتيها واللي ورد في البرزنتيشن الخاص بحضرتك. موضوع الاتصال والتواصل والتوعية وفهم الحقوق للعمال المهاجرة من قبلهم وكيفية توعيتهم وإيصال أهمية الضمان الاجتماعي لهم، هذا موضوع بغاية الأهمية. حقيقة نواجه تحدي كبير بهذا الموضوع، كون العامل المهاجر يكون همه العمل بأي شكل من الأشكال، لا يسأل عن ماذا يوفر له صاحب العمل من حمايات، من منافع اجتماعية وإلى آخره. هلا الإجراءات اللازمة للتسجيل بالضمان الاجتماعي لا يعلمها ولا يعرفها العامل المهاجر أو العاملة المهاجرة، فبالتالي نحن نقوم بكل ما يلزم بتقديم النصائح، ولكن حقيقة اليوم وبالعالم اللي بنعيش فيه حاليا يجب أن يتم إعادة النظر باستراتيجيات التواصل والاتصال، وتحديدا مع الفئات المستهدفة من العمال المهاجرة. آليات الاعتراضات والشكاوى، نلاحظ بأن إخوتنا وأخواتنا من العمال المهاجرة أحيانا تهضم حقوقهم بسبب عدم فهمهم لنظام الاعتراضات والشكاوى وآلية التعامل مع هذه الأمور. طبعا صعوبة فهم البرامج المقدمة من قبل العمال المهاجرين، يعني لا يعلم العامل المهاجر ما هي أهمية الاشتراك مثلا بتأمين الشيخ والعجز والوفاة، وأهميته لحمايته ولصحته ودور بتوفير الحماية اللازمة لأسرته. طبعا موضوعين بغاية الأهمية، وهي الأمية بما يتعلق بالمعرفة المالية والمعرفة التقنية، Financial and Digital Literacy، يعني موضوعين بغاية الأهمية حقيقة. ونلاحظ بأن العمال المهاجرة يتركز هذا الموضوع بشكل كبير بهذا الموضوع، لا يوجد حسابات بنكية، دائما محاولة عدم وجود حساب بنكي أو عدم معرفة معلومات، كذلك التعامل مع المعاملات والخدمات الرقمية وإلى آخره من هذه الأمور. طبعا تصريح العمل وكلفة تصريح العمل والعمل بشكل رسمي يمثل تحدي للعمالة المهاجرة، وتغير التشريعات المتعلقة بالحصول على تصريح العمل، كون الاشتراك بالضمان الاجتماعي مرتبط بالحصول على تصريح عمل، فالعمالة المهاجرة عادة تتفادى الحصول على تصريح عمل وتعمل بشكل غير رسمي، وبالتالي يعني هذا يضع تحدي علينا كضمان اجتماعي وتحدي عليهم كعمالة مهاجرة للحصول على الحماية الاجتماعية. أولويات العمال المهاجرين أنفسهم واللاجئين تحديدا منهم، يعني باختلاف الأولويات من خلال لقاءاتنا المستمرة مع العمالة المهاجرة وخاصة اللاجئين منهم، نلاحظ بأن الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية هي في أسفل سلم الأولويات للأسف الشديد جدا، فهم بحاجة إلى توعية وجهود توعية كبيرة جدا. لا ننكر على الإطلاق التحدي المتمثل بارتفاع تكلفة الضمان الاجتماعي والاشتراك في الضمان الاجتماعي، نحن نأخذ 21.75% من الأجر الخاضع للاقتطاع، وهذا يشكل
عبء بالنسبة للعمالة المهاجرة. طبعا العامل المهاجر في القطاع الخاص حصته من الاشتراكات هي 7.5%، والباقي طبعا على صاحب العمل. نلاحظ أيضا غياب التنسيق ما بين الشركاء، سواء الحكوميين أو منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية. كما يعلم، يعني لا يمكن أن نمر على موضوع الأعمال المهاجرة إلا ونتحدث عن الجانب السياسي. للأسف الشديد جدا، الأزمات السياسية التي تحيط بالمملكة الأردنية الهاشمية لا زال العديد من بعض هذه الأزمات دون حل. ونحن نعتقد بأنه دول زي الأردن ولبنان وتركيا وحتى العراق يعاني من موضوع وجود موجات كثيرة من اللاجئين بسبب الأزمات السياسية الموجودة في البلدان المحيطة، وغياب أفق الحل السياسي لهذه الأزمات يرتب أعباء جديدة، وهي غياب الأفق والأمل للعمال المهاجر. متى سيعودون لبلدانهم؟ كيفية توفير الحماية الاجتماعية المتعلقة بهم؟ لذلك يعني كان لابد من وضع حتى لو برنامج ريادي لنضع أيدينا على بعض الحلول التي ممكن أن نتعامل معها، وطبعا بدعم ودعم تقني مشكور جدا حقيقة، وبتعاون مع الزملاء من منظمة العمل الدولية يقودهم الأخ والصديق لوكا بالارينو من خلال مكتب بيروت. تم إيجاد مشروع ريادي أو برنامج ريادي تحت اسم استدامة بلس بلس. هذا البرنامج يعني هو برنامج يقدم بدل دعم اشتراكات وبدل حافز للشمول للضمان الاجتماعي، بمعنى يقدم بدل دعم اشتراكات ويقدم حوافز نقدية للفئات الضعيفة بالمجتمع، النساء، العمالة المهاجرة، اللاجئين، وخاصة اللاجئين، إخوتنا وأخواتنا من اللاجئين السوريين الذين نتمنى أن يعودوا إلى بلدهم بكل كرامة وبكل تقدير وبكل احترام. طبعا هذا البرنامج يعمل بشقين، الشق الأول المتمثل بتنفيذ البرنامج، والشق الثاني المتمثل بالتعلم من التجربة وإجراء العديد من الأبحاث والدراسات على هامش هذا البرنامج. والحمد لله رب العالمين، نحن نستهدف من خلال هذا البرنامج 34,000 عامل وعاملة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. نجحنا حتى الآن بتحقيق أكثر من ثلثي الرقم المستهدف، ولا زال أمام البرنامج حوالي 14 أو 16 شهر لنهايته. هناك العديد من الدروس المستفادة التي تعلمناها من هذا البرنامج، وأهمها وأن العمالة المهاجرة واللاجئين والفئات المهمشة في المجتمع أولوياتها ومعاناتها يجب أن ينظر إليها بطريقة مغايرة للطرق التقليدية التي تعمل بها أنظمة الضمان الاجتماعي حاليا. ولا بد من أن تقوم أنظمة التأمينات الاجتماعية في العالم العربي بتهيئة نفسها للمستقبل بمجالات كثيرة، ومنها موضوع العمالة المهاجرة. آسف للإطالة، أتمنى أنه أكون أجبت أسئلتك ليا. شكرا إليك، شكرا، وتمنياتي بالتوفيق لزملائي من المؤسسات العربية الأخرى. شكرا. شكرا سيد خليل، شكرا جزيلا لتصدق على أهم التحديات ومن أبرزها التوعية اللازمة أو المتدنية لجهة الإجراءات، التظلم، كلفة التصاريح، المعرفة المالية والتقنية أيضا المتدنية، وأيضا تسليط الضوء على التوجه الإصلاحي لدولة الأردن. أتوجه الآن إلى تونس، إلى السيد أمين بن عبد الله. كما ذكرت في العرض، تونس أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع أوروبا، الدول العربية منها مصر، المغرب، الجزائر، وهناك 15 اتفاقية تقريبا تم إحصائها. ما هي
بخبرتكم، ما هي خبرتكم مع هذه الاتفاقيات؟ إلى أي مدى تحفز فعلا التنسيق بين الدول؟ وما هي نصائحكم للدول التي تحضر أو تبهى تحضير هذه الاتفاقيات وإبرامها مع دول المنشأ أو المصدر؟ تفضل. شكرا. بدء أود أن أتقدم جزيل الشكر لمنظمي هذا اللقاء على الدعوة الكريمة لتقديم التجربة التونسية، وأنه من محاسن الصدف أن يتزامن هذا اللقاء مع انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الإيطالية للضمان الاجتماعي التي تعنى بمتابعة الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي والتي ستنعقد يوم غد بتونس. وقبل أن أشرع في تقديم التجربة التونسية، أود أن أعالج بصورة سريعة على بعض المفاهيم في مجال الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي. فهي اتفاقيات الهدف منها بالأساس هو حل تنازع القوانين وتنسيق التشريعات في مجال الضمان الاجتماعي بين الدول، بهدف تسهيل حرية تنقل المضمونين الاجتماعيين وضمان حقوقهم في الضمان الاجتماعي. وبالتالي هذه الاتفاقيات، وأن أؤكد هنا، هي آلية تنسيق بين أنظمة الضمان الاجتماعي وليست آلية توحيد بين هذه الأنظمة، وبالتالي لا تمس من الأنظمة الوطنية للضمان الاجتماعي. وهذا التنسيق يهدف بالأساس إلى إزالة أو تخفيف من شروط الحصول على المنافع الاجتماعية المرتبطة أساسا بالجنسية أو الإقامة ومدة الانخراط بالضمان الاجتماعي، وكذلك إزالة أو تخفيف من عناصر التشريع الوطني التي تخلق وضعيات معينة من فراغ قانوني أو تؤدي إلى الجمع بين منافع في دولتين مختلفتين أو إلى دفع المساهمات بصورة مزدوجة. ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي هي مبدأ الأساسي هو المساواة في المعاملة بين مواطني كلا البلدين، تجميع فترات التأمين المنجزة في البلدين المتعاقدين، الحفاظ على الحقوق المكتسبة، يعني الاعتراف بفترات العمل والإقامة والمساهمات المنجزة في كلا الدولتين، وتحويل المنافع والمستحقات من بلد لآخر أو إلى دولة ثالثة تربطها بكلا الدولتين اتفاقية ثنائية. وكذلك يمكن إضافة مبدأين أيضا، هما مبدأ تحديد التشريع المنطبق، لأن المبدأ الأساسي في مجال الضمان الاجتماعي هو وحدة التشريع المنطبق وتطبيق تشريع مكان العمل، لكن الاتفاقيات الثنائية تمكن من وضع استثناءات لهذين المبدأين، وكذلك التعاون الإداري بهدف تنفيذ هذه الاتفاقيات. بالنسبة لتونس، أبرمت في الجملة 21 اتفاقية ثنائية، دخلت منها حيز تنفيذ 18 اتفاقية. هناك على سبيل يعني 5 اتفاقيات مع الدول العربية، 14 اتفاقية مع دول أوروبية، واتفاقيتين مع كل من كندا ومقاطعة الكيبيك. بالنسبة للاتفاقيات المبرمة مع الدول الأوروبية، هناك جيلين من الاتفاقيات. فتونس أبرمت منذ الستينات، من سنة 1965، اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي مع الدول التي بها جالية كبيرة تونسية كبيرة ومكثفة، وبالتالي مع الدول التي تشهد تدفق كبير لدى العملة التونسية. يعني سريعا أذكر اتفاقية مع فرنسا سنة 1965، بلجيكا 1975، هولندا 1978، لوكسمبورغ 1980، ألمانيا 1984، إيطاليا 1984، النمسا 1989. وبالطبع هذه الاتفاقيات تم إبرام اتفاقيات جديدة تعوضها نظرا لعدم ملائمتها للتشريعات التي تغيرت بكلتا الدولتين. إذا مع فرنسا هناك اتفاقية جديدة منذ 2003، مع بلجيكا منذ 2013، مع هولندا منذ 2006، مع لوكسمبورغ منذ 2010، مع ألمانيا منذ 1991، وكذلك مع النمسا منذ 1999. هذا يمكن اعتباره الجيل الأول للاتفاقيات. مع بداية الألفية الحالية عملت تونس على توسيع هذه الشبكة للاتفاقيات التي أصبحت لها صبغة أخرى، صبغة يعني يمكن تهدف إلى التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك مواكبة للأسواق الجديدة للهجرة بالنسبة لليد العاملة التونسية. ويمكن الذكر هنا إسبانيا سنة 2001، البرتغال اتفاقية سنة 2006، تركيا سنة 2013، بلغاريا سنة 2015، التشيك سنة 2015، سويسرا سنة 2019، وصربيا سنة 2022.
مجال تطبيق هذه الاتفاقيات يختلف من اتفاقية إلى أخرى، يمكن أن يكون مجال موسع أو مجال ضيق. جميع هذه الاتفاقيات تشمل العمل الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، هذا it's the minimum، يعني هذا أقل شيء يمكن أن تنص عليه هذه الاتفاقيات. وهناك عمل أو مواطنين آخرين يمكن أن تنص عليهم هذه الاتفاقيات ولا تنص عليه اتفاقيات أخرى، مثل العمل غير أجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، الأعوان العموميون، الطلبة، العاطلون المتحصلون على تعويضات، وأفراد العائلة. فقط ملاحظة بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، فهي تشملهم اتفاقية فيينا لسنة 1961 و1963. كذلك نفس الشيء بالنسبة لمجال التطبيق المادي، يمكن أن يكون موسعا أو ضيقا، يعني الاتفاقيات يمكن أن تشمل جميع أنظمة الضمان الاجتماعي أو بعضها. لقد ذكرت المبدأ في مجال الاتفاقيات اللي هو تطبيق تشريع بلد العمل، لكن كما قلت هناك بعض الاستثناءات تتعلق أساسا بالعامل الملحق الذي يكون في وضعية إلحاق، الذي يتم إفاده من شركة بتونس إلى شركة أجنبية أو العكس في إطار الإلحاق، الذي يخضع لشروط محددة ولمدة محددة والذي يمكن تجديده. وكذلك العمل غير الأجراء الذي يقومون بخدمة حسابهم الخاص، لكن إلحاقهم في يكون عادة لمدة زمنية أقل، بمحدد في عموما بستة أشهر فقط. الموظفون بما في ذلك أعوان البعثات الدبلوماسية والقنصلية والأعوان الإداريين والفنيين التابعين لهذه البعثات، لكن ليسوا دبلوماسيين، ليسوا أعوان دبلوماسيين. العمل التابعين لمؤسسة النقل الدولي والطلبة، هؤلاء يعني يمثلون استثناءات بالنسبة لمبدأ تشريع بلد العمل. لقد توليت السؤال بخصوص المنافع، وهو لب الموضوع بالنسبة لاتفاقية الثنائية. الاتفاقية الثنائية المبرمة من قبل تونس تغطي مختلف الأنظمة المنصوص عليها باتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 102 بشأن معايير الدنيا للضمان الاجتماعي لسنة 1952، حيث تشمل هذه الاتفاقيات أساسا التأمين على المرض والأمومة، التأمين عن الشيخوخة والعجز والباقين عن قيد الحياة، التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، المنح العائلية، والتأمين على الوفاة. لن أطيل الشرح ولن أدخل في التفاصيل لأن التفاصيل كثيرة في الكون، فقط بعض العناوين الصغرى لهذه المنافع. مثلا بالنسبة للتأمين على المرض والأمومة في إطار هذه الاتفاقية التي أنضتها تونس، تتضمن وجهة التغطية الصحية أساسا، يتمتع بها أساسا العامل أو صاحب الجراية وأفراد عائلته المقيمين بالخارج أثناء إقامتهم المؤقتة بتونس، أفراد عائلة العامل وصاحب الجراية المقيمين بتونس، صاحب الجراية وأفراد عائلته المقيمين بتونس، وكذلك أفراد عائلة العامل وصاحب الجراية المقيمين بالخارج. هنا أتحدث عن العمل التونسيين، والعكس بالعكس بالطبع بالنسبة للعمل الأجانب المقيمين الذين يأتون زيارة تونس. لكن هنا ملاحظة أساسية بالنسبة لاتفاقية الضمان الاجتماعي، 13 فقط اتفاقية من الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ التي أبرمتها تونس تتضمن التغطية الصحية، وهي اتفاقية فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النمسا، إسبانيا، لوكسمبورغ، تشيكيا، تركيا، المغرب، مصر والجزائر فقط. والآن التوجه الجديد الذي يتم ملاحظته في الاتفاقيات الجديدة التي يتم التباحث بشأنها الآن أو سيتم براما، هو العزوف عن إدخال مجال التغطية الصحية في الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي، نظرا للتكلفة المرتفعة لهذه المنفعة. بالنسبة للتأمين على الشيخوخة والعجز، تمكن جل الاتفاقيات من تجميع فترات التأمين المنجزة في البلدين وعند الاقتضاء في بلد ثالث، وكذلك لتحويل الجرايات إلى بلد الإقامة وعند الاقتضاء إلى بلد ثالث. يتم صرف جراية كذلك للباقون على قيد الحياة. بالنسبة للتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية، يتم تحويل المنافع المستحقة حسب هذا النظام، وكذلك مع الحفاظ على أحكام تشريعات البلدين بالطبع. بالنسبة للمنافع العائلية، تمكن العمل العاطلين عن العمل والغير أجراء وأصحاب الجرايات والطاقات من المنفعة، من الحق في المنح العائلية، وبالتالي يتم صرف المنح العائلية مباشرة للمستفيدين. بالنسبة للتأمين على الوفاة، يتم تحديد المبلغ
الراجع المستحقين وفق شروط الاستحقاقات والإجراءات التي ينص عليها تشريع كل بلد متعاقد. حاولت أن لا أطيل بخصوص هذه المنافع، ولكن ستكون لنا فرص أخرى لمزيد التدقيق في هذه المنافع، ويمكن أيضا موافاتكم بعروض تفصيلية حول التجربة التونسية في مجال المنافع في إطار الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي. لا يمكنني المرور هنا دون التحدث عن التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاتفاقيات الثنائية. فأول تحدي بالطبع هو عدم شمولية اتفاقية ثنائية الضمان الاجتماعي لكافة الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وبأنه هناك عزوف من قبل بعض الدول عن إبرام اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي لعدة أسباب يطول شرحها. هناك تباين في المستوى النمو الاقتصادي، أو كذلك تباين في مستوى تدفق اليد العاملة، الاختلاف الكبير بين أنظمة الضمان الاجتماعي، أو كذلك وأهم سبب هو التداعيات المالية لهذه الاتفاقيات. وهناك دول ترفض رفضا مبدئيا إبرام هذه الاتفاقية الثنائية. هناك دول تراجعت عن مسار إبرام اتفاقية برغم تقدم المباحثات معها. لن أذكر هذه الدول فقط، يعني هناك العديد من الدول التي تراجعت عن إبرام اتفاقيات. وكذلك هناك دول أوقفت المفاوضات على جزئيات معينة، ولكن هناك أمل كبير في أن نعود إلى المفاوضات مجددا معها. هناك صعوبات كبيرة تعترض أيضا مسار تطبيق هذه الاتفاقيات، تهم أساسا عدم ملائمة الاتفاقيات لتشريعات البلدين في الضمان الاجتماعي. إشكاليات تهم التنسيق بين هياكل الضمان الاجتماعي التونسية والأجنبية. عدم إلمام المضمون، هنا أشاطر الأخ من الأردن الرأي، هناك عدم إلمام بالنسبة للمنظومة الاجتماعي بحقوقه وواجباته في إطار منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وبالنسبة لموضوع حديثنا الآن في إطار اتفاقيات ثنائية. هناك أسباب مرتبطة بعدم استكمال الاتفاقيات نفسها، وهذا إشكال يعترضنا في بعض الاتفاقيات. يعني على سبيل المثال الاتفاقية التونسية المصرية، تم إبرام الاتفاقية لكن لم يتم التوصل إلى إبرام لائحة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاتفاقية. شرعنا في تطبيق الاتفاقية بدون أن تتم استكمال جميع يعني الهيكلة الكاملة للاتفاقية. وأيضا صعوبات تتعلق بالإجراءات المعقدة. معذرة عن الإطالة، لكن هذه التحديات فعلا هي التي تؤرق كل الدول التي تبرم اتفاقيات ثنائية، لكن هذه التحديات لا تمنعنا من أننا نسعى إلى إيجاد حلول لها. وهنا هناك عمل كبير على دعم رصيد الحال للاتفاقيات الثنائية من خلال التحرك على مستويين، الدبلوماسي والتقني، لإيجاد سبل جديدة لإبرام اتفاقيات جديدة. على سبيل الذكر، هناك الآن بالنسبة لتونس نسعى إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع رومانيا، ونحن في المفاوضات الأخيرة بخصوص هذه الاتفاقية، وتوصلنا إلى فقط بقيت مسألة التغطية الصحية فقط بين معاقفين، لكن المفاوضات جارية، وسندخل في مفاوضات جديدة مع كل من مالي وموريتانيا. خاصة مع جانب موريتانيا، لأن اتفاقية الآن تغطي فقط الطلبة، ونسعى إلى أن إبرام اتفاقية تشمل جميع المواطنين. هناك أيضا فرصة أخرى مطروحة للدول، هي اتفاقيات الضمان الاجتماعي متعددة الأطراف. يعني ليس من المعقول أن تكون تونس من الدول التي لا تشملها اتفاقية متعددة الأطراف إذا المفعول. هناك اتفاقية تم إبرامها سنة 1990 في إطار المغرب العربي، اتفاقية الضمان الاجتماعي تشمل 5 دول المغرب العربي، لكن للأسف هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ رغم الاجتماعات المتكررة لتحيينها. ونأمل أن في يوم من الأيام أن تكون تونس من الدول التي تشملها اتفاقية متعددة الأطراف. تسعى تونس كذلك لتحيين الاتفاقيات الثنائية المبرمة، لكن التحيين يجب أن لا يمس من المكاسب التي تم تحقيقها في إطار هذه الاتفاقيات. نسعى كذلك إلى دعم آليات التعاون المؤسساتي والإداري بين هياكل الضمان الاجتماعي، والهدف الأساسي من هذا التعاون هو الرقمنة والتبادل الإلكتروني للمعطيات، التي تعتبر من الضروريات الآن لحسن تطبيق اتفاقية ثنائية الضمان الاجتماعي. وهنا مع الجانب الفرنسي
أبرم الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي اتفاقية مع الصندوق الوطني الفرنسي للتأمين على الشيخوخة، بالهدف الأساسي منه هو التبادل الإلكتروني للملفات بهدف الإسراع في إنجازها. بالطبع الهدف أيضا هو على الجانب الاتصالي التعريف بالاتفاقية الثنائية لفائدة البعث المضمونين الاجتماعيين أنفسهم أو لفائدة العاملين بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، الحرص على عقد اجتماعات لجان فنية للضمان الاجتماعي مع الدول الأوروبية، وكما قلت لكم تتزامن مع هذه الندوة مع اجتماع اللجنة المشتركة مع الجانب الإيطالي التي لم تنعقد منذ سنة 2015، وتم في شهر ماي عقد اللجنة المشتركة مع الجانب الفرنسي أيضا. وآخر نقطة التي أعتبرها مهمة جدا هو ضرورة إنجاز دراسات تقييمية حول هذه الاتفاقيات، وهنا على سبيل الذكر هناك دراسة تم إنجازها بالتعاون مع مكتب العمل الدولي بتونس في إطار مشروع تام من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرات ونقل اليد العامة بشمال أفريقيا. هذه دراسة تتعلق بتقييم التنفيذ الفعلي للاتفاقية التونسية المبرمة بين تونس من جهة ومع كل من فرنسا وألمانيا والمغرب ومصر من جهة أخرى. وقد صدرت على هذه الدراسة عديد التوصيات في تتعلق أساسا بدعم قدرات العاملين بالصناديق الاجتماعية. معذرة عن الإطالة، لكن سأحاول أن أجيب على سؤالك الثاني المتعلق بما هو ما الذي يمكن أن نوصي به الدول الأخرى التي تفكر في الدخول في الاتفاقية الثنائية. بصورة مقتضبة وسريعة، قبل الدخول في مفاوضات مع الدول الأوروبية أو غيرها من الدول، يجب أن يكون هناك فهم معمق وشامل لأنظمة الضمان الاجتماعي في كلا البلدين، وتحديد الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية. ما هي الأهداف الاجتماعية، الاقتصادية، الاستراتيجية من هذه الاتفاقية، وأيضا تقييم المنافع المتبادلة المحتملة للطرفين من هذه الاتفاقية. وقبل الدخول في المفاوضات يجب استشراف الآثار المحتملة للاتفاقية على المواطنين، على الشركات، وخاصة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، يعني القيام بدراسات اكتوارية مسبقة، وكذلك إشراك الأطراف ذوي العلاقة بالاتفاقيات من وزارات ومؤسسات الضمان الاجتماعي أثناء المفاوضات. بالطبع هنا يعني أقول أشياء بديهية، لكن هذه هي من الأشياء الأساسية. يجب الاعتماد على فريق تفاوض من ذوي خبرة يتضمن أصحاب قرار، لكن ليس فقط أصحاب قرار، يتضمن الفنيين الذين سيتولون في يوم من الأيام تنفيذ هذه الاتفاقيات، الاستعانة بالخبراء على المستوى الوطني والدولي والاستئناس بالتجارب المقارنة، إبراز قدر أيضا من المرونة عند التفاوض، لأنه في لحظة من اللحظات ستكون هناك تنازلات، لا وجود لاتفاقيات تبرم بدون تنازلات من جانب أو من آخر. أيضا الحرص على تحديد السلطات والمؤسسات المختصة بالدول لتنفيذ هذه الاتفاقيات، يعني هذا مسألة مفصلية، لأنه عند التنفيذ ستوجد إشكاليات. وهنا هناك مسألة تعترضني أنا شخصيا في تطبيق الاتفاقيات كمؤسسة الضمان الاجتماعي، هي الحرص على وضع الهيكلة الكاملة للاتفاقية الضمان الاجتماعي، الاتفاقية نفسها، لائحة الإجراءات الإدارية التي تعتبر النص التنفيذي للاتفاقية، واستمارات الاتصال بين الدول وبين هيكل المؤسسات الضمان الاجتماعي. هذا إضافة إلى أنه على المستوى الداخلي يجب عليك أن تقوم كل دولة بإعداد دليل إجراءات، بإعداد مذكرات عمل تنفيذية لهذه الاتفاقيات. بعد إمضاء الاتفاقية بالطبع يجب الحرص على اتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصديق ودخول حيز التنفيذ، وهنا أبرزت التجربة أنه العديد من الاتفاقيات تأخذ وقتا طويلا جدا في إجراءات المصادقة عليها، يعني تمر سنوات بين إبرام الاتفاقية وبين دخولها حيز التنفيذ، لذلك انتظارا لمصادقة الطرف الثاني وإشعارنا عبر الطرق الدبلوماسية بدخولها حيز التنفيذ. أعتقد أنني أطلت كثيرا في هذه المداخلة، ستكون لنا فرص مقبلة لتقديم إيضاحات أخرى بخصوص هذه المواضيع. مع الشكر. شكرا جزيلا سيد أمين.
لن ألخص النقاط، ولكن فقط أريد أن أقول هناك الكثير من الحماس عندما سمعنا عن التطبيقات والمنافع وأهمية هذا الموضوع، ولكن ممزوج بالكثير من الخوف عندما نستمع على الصعوبات، وخاصة المفاوضات صعوبة، وهناك أيضا كثير من الوقت والتقنيات والخبرات الذين محتاجين إليها. إذا نتوقف عن هذا، ولكن الموضوع فعلا مثير للاهتمام عندما نتكلم عن إذا إمكانية عمال المهاجرين الاستفادة من استحقاقاتهم في الدول، في الكوريدور إذا ممكن أن أقول له. شكرا جزيلا لهذا العرض فعلا الملهم، إذا أمكنني أن أقول ذلك. ننتقل الآن إلى الكويت مع دكتور فهد المراد. الحماية الاجتماعية في الكويت تقع على عاتق صاحب العمل، على مسؤولية صاحب العمل بشكل عام. هنا سؤالي، ما هي التحديات؟ هل هناك تحديات في هذا النظام الذي يقع على صاحب العمل؟ إذا صاحب العمل هو الذي يتكفل في تمويل بشكل انفرادي هذه الحماية عندما التعرض إلى المخاطر، هل هناك صعوبات في الإنفاذ، في التظلم، وهل هناك توجه إلى وجود بعض التصحيحات إذا ممكن أن نقول ذلك؟ تفضل دكتور فهد. مساء الخير. في البداية نرحب بالسادة المشاركين والسادة المستمعين، ونشكر لكم تنظيم مثل هذه الحلقة النقاشية لنستفيد من تجارب الدول المحيطة فينا. الصوت واضح؟ للاستفادة من تجارب الدول المحيطة فينا والبعيدة لكن الشبيهة، ونتناقل الأفكار للاستفادة فيما يحقق مصلحة العمالة وتحقيق الحماية الاجتماعية الكاملة للعمالة. بداية، عدد العمالة الوافدة في دولة الكويت التي تعمل في القطاع الخاص عددها يعني عدد كبير. لو قارناها مثلا في بعض دول الجوار التي خطت خطوات إيجابية في قضية الحماية الاجتماعية وتحديدا مكافأة نهاية الخدمة، نجد أن هذه الدول عدد العمالة المتواجدة فيها من العمالة الوافدة عدد أقل من عدد العمالة الوطنية التي تعمل في نفس القطاع الخاص في البلد. لذلك كان من السهولة بالنسبة لهذه البلدان أن تنظم صناديق مكافأة نهاية الخدمة. للأمانة إحنا في دولة الكويت قاعد نخطو، وعندنا يعني مساعدة فنية من منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي في بيروت، مشكورين. وقاعد نخطو خطوات جيدة في التحول إلى إيجاد صندوق مكافأة نهاية خدمة يضمن للعمالة سهولة الحصول على هذه المكافأة. قانون العمل الكويتي حفظ للعمالة هذه الحقوق، ويعني على سبيل المثال في قضية يعني حاليا يعني كانت تحت إيدي، العامل استحق ما يقارب 60,000 دولار مكافأة نهاية خدمة، وهو عامل يعتبر من المهن البسيطة. القانون كفل، نسعى إلى مزيد من توفير الحماية وتسهيل وصول مثل هذه المكافآت إلى العمالة من خلال الصناديق وتبسيط الإجراءات. أعتقد أنا يعني من التحديات اللي يعني واجهناها بعد كورونا وألزمتنا بإيجاد حلول سريعة بمراجعة الإجراءات التي تتم بشأن العمالة الوافدة ومطالباتها بمستحقاتها، سواء كانت مستحقات نهاية خدمة أو بدل إجازات أو ما إلى ذلك من المستحقات. كذلك أعتقد من التحديات الواجب علينا تعريف الطرفين
سواء العامل أو صاحب العمل في الأساس بالتزامات المفروضة عليه، وتعريف العامل بحقوقه. وهذا اللي دعانا إلى للأمانة في الكويت، وتحديدا داخل الهيئة العامة للقوى العاملة، إشراك مؤسسات المجتمع المدني في قضية توعية العمالة. بالأمس تحديدا تم إطلاق مشروع مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. هذا مشروع رائد يتضمن منصات إلكترونية يستطيع العمالة التقدم بها للحصول على الدعم القانوني، للحصول على التوجيهات اللازمة بشأن القضايا المتعلقة في حقوقهم، إيصالهم إلى الجهات المسؤولة في البلد لاستكمال إجراءاتهم. يوجد خط ساخن. تطورنا إلى أن يعني انتقلنا إلى قضية مكافحة الاتجاه بالأشخاص، مو فقط يعني قضية الحقوق العمالية والمعايير العمل. 6 لغات من خلال هذا المشروع. هذا المشروع سيقوم بدراسات لتسهيل انتقال العمالة، لتسهيل منها صندوق مكافأة نهاية الخدمة. كثير من الإجراءات ستكون من خلال هذا المشروع، هو أساسه توعوي، لكن يوجد من خلاله أنشطة أخرى وبرامج تهدف إلى توفير أكبر قدر من الحماية للعمالة. كذلك من التحديات عندنا هي تثقيف العامل في البلد المصدر قبل أن يدخل إلى سوق العمل الكويتي، وهذا تحدي يعني مهم جدا، لأن كثير من العمالة يأتون بأفكار أو مفاهيم خاطئة. بعض الدول قد يكون عندها التصريح المرن أو التصريح الحر أو العمل الحر. إحنا في دولة الكويت لابد أن يكون العمل من خلال علاقة عمل مع صاحب عمل. فهذه إحدى يعني النقاط اللي من البلدان المصدرة للعمالة يجب أن يعيها العامل قبل أن يدخل في منظومة العمل في دولة الكويت. كذلك نعتقد بأن كما ذكرنا إشراك مؤسسات المجتمع المدني في توفير الوعي للعمالة وتوفير الحماية. قمنا إحنا في الهيئة العامة للقوى العاملة بتوفير مأوى للعمالة الوافدة، أنشأنا مأوى للنساء، والآن بصدد إطلاق المأوى الآخر للرجال. وأشركنا مؤسسات المجتمع المدني معنا في مثل هذه المراكز لتقديم الدعم القانوني، لتقديم الترجمة، كذلك لتوفير حتى احتياجات العمالة وضمان عودة العمالة هذه إلى بلدانهم. طبعا بعد ما نأخذ الإجراءات القانونية بشأن حمايتهم أو بشأن مستحقاتهم المتعلقة في عملهم في داخل دولة الكويت. هذا بشكل عام ما يتعلق في التحديات، وأعتقد أن إحنا يجب أن نخطو خطوات سريعة في توفير وسائل حماية أكبر وضمان حقوق العمالة بشكل أكبر، مستغلين بذلك التطور الرقمي في العالم وفي المنطقة. عندنا في منطقة الخليج من خلال البيانات الآلية نستطيع أن إحنا نخطو خطوات سريعة في متابعة هذه العمالة ومتابعة أصحاب العمل وضمان حقوقهم وضمان حتى انتقالهم من صاحب عمل غير ملتزم إلى صاحب عمل، وتوفير فرص عمل كريمة لمثل هذه العمالة في دولة الكويت. شكرا شكرا جزيلا دكتور فهد على هذا التعليق. هناك تغيرات سريعة في كافة منطقة الخليج، وهي أيضا مثيرة لاهتمامنا واهتمام الجميع، ونراقب ذلك بكثير من الاهتمام. فقط لضيق الوقت سأسأل سؤالين، ولكن أطلب من المعاقبين المتحدثين بالجواب السريع. هناك سؤال عن الأردن، سيد محمد، هل دفع الاستحقاقات للعمال المهاجرين في دول أخرى خارج الأردن كما ذكرت، هل هي
تنطوي تحت اتفاقيات ثنائية، أم فقط ترتكز على التشريعات في الأردن؟ سريعا إذا أمكن، تفضل. هي ترتكز على التشريعات الموجودة في الأردن فقط. يعني لا يوجد اتفاقيات ثنائية مثلا بين الأردن وباكستان حول المنافع والتأمينات الاجتماعية. عندما يحصل الشخص على راتب التقاعدي يتم تحويل راتب التقاعدي إلى الحساب البنكي الذي يقوم بتزويده للمؤسسة. على سبيل المثال، هناك يعني تتركز الرواتب التقاعدية المحولة في الأعمال المهاجرة للإخوة المصريين الذين يعملون في الأردن نعم ويعودون إلى مصر. لا يوجد اتفاقية ثنائية بين الأردن ومصر حول التأمينات الاجتماعية، ولكن نقوم بتحويل هذه الرواتب مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، للحسابات البنكية التي يقوم بتزويدها. وعند حصول حالة وفاة المتقاعد ببلده، بطبيعة الحال نحن نقوم بتزويد الورثة المستحقين للرواتب، يتم الاستفسار من خلال القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها. شكرا، شكرا جزيلا. السؤال الثاني هو للسيد أمين. لقد ذكرت أهمية التكنولوجيا في الوصول إلى الحماية الاجتماعية. كيف يمكن أن نصل إلى العمال المهاجرين لتوصيل أهمية التكنولوجيا؟ لدفع الاستحقاقات، للحصول على الإعانات، أيضا للتوعية، بحسب خبرتكم. أعتقد أن هناك مستويين للإجابة على هذا السؤال. المستوى الأول هو الذي ذكرته في مداخلتي، هو أهمية التكنولوجيا لتنفيذ الاتفاقية في حد ذاتها، لإيصال المنافع لمستحقها، لدراسة الملفات. لأنه لما نتحدث عن اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي وراءها ملفات مواطنين تونسيين أو أجانب يتم تداولها عبر استمارات الاتصال، يجب أن يتم معالجتها بطريقة مثلى وبأسرع وقت ممكن. هذا المستوى الأول في تنفيذ الاتفاقية نفسها. أما بالنسبة للوصول إلى المواطنين التونسيين أو الأجانب والتعريف بالخدمات، هناك بالطبع أدوات التواصل الحديثة من مواقع ويب رسمية للوزارات، للهياكل الضمان الاجتماعي. هناك حملات تحسيسية، حملات على سبيل الذكر ومن محاسن صدف أيضا أن هناك الآن شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشهر تحديدا في حملة اتصالية واسعة النطاق للتعريف بالاتفاقيات الثنائية المبرمة من قبل الجمهورية التونسية مع نظرائها، التعريف بها للتونسيين الذين يعودون بمناسبة العطلة الصيفية، لكن ليس فقط لفائدة التونسيين، لجميع المواطنين قصد التعرف على المنافع. بالطبع هناك الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، الاعتماد على الوسائل الكلاسيكية التي هي وسائل الاتصال الكلاسيكية. يعني هنا يجب العمل على جميع المحامل قصد إيصال المعلومة لمستحقها. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا. السؤال الأخير، لدينا فقط 4 دقائق لدكتور فهد. دكتور فهد، جائحة الكورونا أثرت على جميع أنظمة الحماية الاجتماعية عالميا، وتحديدا على العمالة المهاجرة. كيف تأثرت، أو ما أظهرت كوفيد-19 لجهة، إذا فينا نقول limitations، الصعوبات في أنظمة الحماية الاجتماعية في دولة الكويت، وهل ما زالت دولة الكويت تعالج هذه المشاكل من جراء كوفيد-19 اليوم؟ طبعا جائحة كوفيد-19 كانت لها أثر سلبي على العمالة وعلى أصحاب العمل كذلك، طبعا خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المؤسسات الكبيرة أو أصحاب العمل الذي يعني مشاريعهم كبيرة وأعمالهم كبيرة، هنالك من الملاءة المالية ما كفلت انتظام تحويل أجور العمالة لهم.
بالإضافة للعمالة التي تعمل في عقود حكومية، يعني الدولة هي التي تقوم بدفع دفعات لتنفيذ أعمال خاصة فيها. هذه ضمنت الدولة يعني وجود العمالة واستمرت في يعني. الإشكالية كانت في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصحاب العمل الذين قد بدأوا مشاريعهم باعتمادهم على قروض من الجهات التي تمول هذه المشاريع، أو اعتمادهم على الناتج الذي ينتج من مشاريعهم التي تقوم. يعني كان الأثر سلبي على أصحاب العمل، مما أثر بالتالي على استحقاق العمالة لأجورها. وهذه الحادثة يعني مثل ما تفضلتي وقعت في كل دول العالم، يعني في أثناء اللي وجدنا أن شركات كبيرة خاصة مثلا شركات الطيران قد أغلقت وسرحت العمالة اللي موجودة لديها. هذا يدعونا للعمل على إيجاد بدائل لمثل هذه الحالات التي قد تكون حالات طارئة، منها اللي هي قضية صندوق مكافأة نهاية الخدمة. إحدى المقترحات بأن الصندوق يستطيع أن يقدم قروض حسنة، أو أن يجزء المكافأة قبل انتهاء المدة، أو أن يعني يعمل على توفير خدمات إضافية من إيرادة الصندوق، خدمات إضافية للعمالة في مثل هذه الأزمات. وإحنا قاعد نسعى كذلك إلى يعني مراجعة كذلك القوانين التي تكفل ضمان يعني حصول العمالة على حقوقها في مثل هذه الأزمات والكوارث. شكرا، شكرا جزيلا دكتور فهد على الإجابة، وشكرا أيضا للسيد محمد وسيد أمين للتعقيب والإجابات المفيدة جدا. ننتهي الآن من هذه الندوة وهي الثانية في سلسلة الأرب كومباس، والملفت أننا توقفنا لدى أبرز المعوقات في دول مختلفة، إن كانت في الخليج أو في المشرق أو في المغرب، وأيضا الطرق المختلفة لتصحيح الأنظمة، إن كان من خلال توجه الإصلاح مثلا في الأردن، تحديدا فيما يعنى في اللاجئين، أو في تونس من خلال التركيز على أهمية الاتفاقيات الثنائية، وأيضا في الكويت في المحاولة لتسليط الضوء على أهمية التركيز على إنفاذ القوانين بطرق بأنظمة جديدة. شكرا للجميع للحضور والمشاركة، ونلتقي في الندوة الثالثة. شكرا. شكرا، نتريفكم على خير. Thank you.